يتقدم البارح فيلم زهرة حلب. هو الفيلم معناتها ماهوش جديد، ما كمان يطرح قضية مهمة اللي هي قضية طفل يعيش في عائلة معناتها متماسكة، عائلة ما يقرأ على روحه موسيقي، معناتها مغروم بالموسيقى، يلقى روحه نهار من نهارات يكلم أمه يقول هاني أنا في سوريا واستقبوه المطرفين. هذا مشكل صاير في بارشة عائلة تونسية.